لا ما مذكر امن عام. لو سمحت. طب افهم علي. لا لا ما بدي اجيب مذكره. طب انا قانون. انا رقابي. انا هاي منطقتي. طيب ماشي. لا 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 هاي منطقتي. لا. هاي منطقتي لو سمحت. هاي منطقتي. يا بنت الحلال. ما تحكيش معي. لا ما تحكي معي. بدي اسالك القانون. لا لا قانون. اجيب مذكره. لا ما بجيب. صوري انا رقابي. انا هاي منطقتي. انا منتخبه عن المنطقه هاي. ماشي انا منتخبه عن المنطقه هاي. وانتم مخالفين. وحكينا لكم في قرار. في معتدين على الشارع. كيف يعني؟ هذا كله اعتداء على الشارع. في انا من البلديه. انا عضو مجلس امانه. كيف ترفع مذكره؟ رفعناها وخلصنا. طيب اوكي خلص. إذا أنتم شايفين حدا أنتم أكبر من القانون لا ما بصير. لا 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 يعني وأنا رح أرفع على رئيس مجلس النواب أصلاً هذا الحكي. إذا هو صاحب البيت نائب أنا رح أرفع على رئيس مجلس النواب وأشوف إذا أنتم أنتم صلاحية بالموضوع هذا ولا لا. هذا مش اعتداء صارخ على الشارع العام. اضربني. ما راح اضربك. اضربني. في قانون تروح على الامن العام بتجيب مذكرة. خلص احنا محترمينك. طب اضربني. لحد الان محترمك انا. طب اضربني. صورتها. بالله عن جد. طب بالله طب جيب الشرطة يلا على السريع. يلا بسرعة جيب الشرطة. روح اعمل صلاحياتك على حدا تاني مش علي انا. يلا بسرعة هيني بالمنطقة بزهران كمان. يلا. ابو احمد اطلع بالسيارة خليهم يبطلوا رأس السيارة. بتبرجوا سياستكم مش علي انا. مش هون. مش علينا احنا. يلا. اطلع بالسيارة. يلا يلا اطلع. اي بس برافو عليك. امنعه يطلع بالسيارة. امنعه. امنعه يطلع بالسيارة. يلا. امنعه يلا. يلا. ما حدا ممنعنا. يلا. وقت ما لو سمحت. لو سمحت. لو سمحت اطلع من عنا من هون. لو سمحت. ايش بحكي له؟ لا دخلي. شو بدك باسمي انت؟ انا اسمي بشرى الزعبي عضو مجلس امانه عمان 12 سنه وهي منطقتي وانتو جماعه مخالفين. احنا ما حكيناش شيء. لا 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 انا مش موعوده فيكم. اسمع انا مش موعوده فيك. انا ما جيت عشانك. موعوده فيك. موعوده فيك. انا مش موعوده فيك. لا. لا 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 انت اللي انت اللي بلشت بتقولي روحي جيبي من الامن العام. شو دخل الامن العام عشان اصور؟ يلا ما بدي اطل. ما بدي اقول. يلا. يلا مش طبيعي مجنوني مثلا. يلا. اطلع ابو احمد. ابو احمد اطلع من هون. يلا. خليهم يوقفوني، خليهم يمنعوا السيارة تمشي. أنا إلي مركز بتقدر تجوني عليه. يلا. يلا أبو أحمد يلا اطلع. 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 اطلع فرح. اطلع. يعني. خلاص اطلعي من هون. كيف؟ خلص تطلع. يا. لا لا يا زلمه هو شو هذا الحكي يا زلمه ما بصير يا زلمه. خلي اطلع ابو احمد ادعسوا. روح روح. خليه اطلع استاذ. اطلع من عندي من هون. اسمع. اشتكي اللي بدك اياه. اسمع. اشتكي 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 اللي بدك اياه. اعمل اللي بدكم اياه. يلا روح. يلا. ابو احمد والله اعطيني اطلع محلك. لا لا سيبك منه. خليه بده يموت. هم عم بيعملوا حوادث عادية.
هو عم مين هو عشان يوقف بوجه السيارة؟ أيوة سير. هينا قبل دوار عم تعمل شوي عند طلبات السيارة. ما تخليني يجي، ما تخلي، أنا ما بدي مشاكل. ما بدي مشاكل، ما تخليني يجي. ما بدي يوسف يجي، ما بدي يجي. سعادة النائب حاطين لي واحد قدام السيارة ما بدي يعني.